السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة على كيزاكو بوان كوم، غنشوفو في الحصة ديال اليوم السلسلة رقم 3 من تمارين الحساب المتجهي، وهو هو درس من دروس مادة الرياضيات بالنسبة للجدار المشترك العلمي. التمرين الأول عندنا اليوم ليكون أ بي سي متلت، أو إف نقطة ثانية من المستوى بحيث آ أو كتساوي سي بي، و أ إف كتساوي أ بي زائد أ زايد ا السؤال كيقول كي بين أن بي منتصف القطعة أو إف. أول حاجة عندنا في التمرين هو انشاء الشكل باش يبان لنا ني بمنتصف او اف انا الشكل هنا فايت صوبته كما كتشوفوا امامكم عندنا ا بي سي مثلث راهو باللون الاسود النقطه او هي نقطه من المستوى كتحقق لنا الشرط ا او كيساوي سي بي اذا كتلقاو المتجه ا او كتساوي المتجه سي بي نكتبها هنايا هذا راه الوسخ ماشي الحل ديالي كنحاول نكتب جميع المعطيات اللي عندي ا او كتساوي سي بي نقدروا منها كما عندنا في الدرس ان ا او e, بي سي هو متوازي الاضلاع الى الشو عندكم في الشكل راه يبان لكم نيت ان ا او بي سي متوازي الاضلاع نشوف الان بالنسبه لنقطة اف النقطه اف عندنا في المعطيات ا اف كتساوي ا بي زائد ا سي ها هي المتجهه ا وهاي المتجه ا س نديرو المجموع ديالهم عطاني متجه ا اف كتبها هنا ا بي زائد ا سي طبعا هادشي كامل المتجهات كتساوي المتجه ا اف هذه تي في الدرس عندنا قاعده ان ا بي زائد ا سي كتساوي ا اف يعني ان ا بي اف سي تا هو متوازي الاضلاع متوازي الاضلاع للإشارة في هذا الشيء اللي كنكتب انا هنا هو الحل ديال التمرين هذا غير الوسخ رأينا كتبه هنا وندور عليها باش بقى عقلي معنا هذا وسخ هاد جوج معطيات اللي عندنا ا بي كنا بينو ان بي منتصف اف ار انت مكشوف الشكل كتب لكم بان بي منتصف قطعه اف إيران. الحل ديالنا هنا لدينا اولا عفوا لنبين ان او منتصف القطعة عفوا بي منتصف القطعة او اف خصني ما تشوفو المعطيات ديالكم باش ما تغلطوش لان كترو عليكم الحروف تقدرو تلفو بي هو منتصف القطعة او اف البرهان نحسبو المتجهة او بي باستعمال علاقة شار كتبو هنا لدينا منساواش دابا او بي خصني ندخل واحد النقطة شنو النقطه المناسبه كنرجع المعطيات عندي وكنشوف بان او مرتبطه ليا مع النقطه ا يعني من الاحسن ندخل النقطه ا يعني تولي عندي او ا زائد ا ب انا نكتب ا بلون مخالف ندير الاسود باش بان لكم بان هذه هي النقطه اللي زدت ا زائد ا ب بي. دابا يبقى لي غير نحاول نعوض هذا اللي عندي بالمعطيات ديالي انا قوسين بنقصنيش علاقة شال باش عقلوا عليها عندي ا او -E بينما في التمرين تخرج عندي او ا يعني خصني ندير ناقص ا او -E لان او ا كتساوي ناقص ا او -E زائد ا بي نعوض ا او بالنتيجه اللي عندي او بالمعطيات اللي عندي هي ناقص سي بي زائد المتجه ا بي نقدر نكتبها هي بي سي زائد المتجه ا بي اللي نقدر بعلاقة شال غتعطيني أ بي زائد بي سي لا لاحظتو أنا بدات ليهم هنا البلايص وهنا نجمعهم انا عندي بي في الأخر وفي البداية تطبيق علاقة شال غنجمعهم تولي أ بي زائد بي سي كتساوي أ سي وبالتالي استطعت نبين أن أو إف كتساوي ليا أ سي نأطر النتيجة ديالي باش نعقلو عليها هادي النتيجة رقم واحد دابا نحسبو المتجهة الاخرى يعني بي اف المتجه بي اف كتساويش من حرف مناسب هنا كنلقاو الحرف هو ا اذا ندخل ا تولي عندي بي ا زائد ا اف ديما النقطه اللي كنزيد خاصها تكون عندي في المعطيات يعني ما نزيدش من عندي انا نبدا ندخل النقط اللي بغيت نحاول ما اكثر نعتمد على المعطيات الدولي ا بي اولا بي ا نخلى بي ا اف نعوضها في المعطيات هذه هي اب بي زائد سي نعود هنا اف ب اب بي زائد اس اش كتلاحظوا كتلاحظوا بان بي ا زائد اب بي نقدروا نجمعوهم بتطبيق علاقه شار وتعطيني بي بي لان عندي هنا في الطرف وفي الطرف الاخر كاينه ا و بي بي هي المتجهة المنعدمة لأن المتجهة اللي كتبدا من نفس النقطة و كتسري في نفس النقطة فهي المتجهة المنعدمة إذا صفر صفر زائد أسي هو أسي اثر هذه النتيجه هذه اذا ماذا نلاحظ ان من نتيجه واحد ومن نتيجه اثنان ببساطه اش كتلاحظوا او بي كتساوي آسي و بي اف كتساوي سي. يعني بجوجهم كيساوي سي. اذا من واحد واثنان نقدرو نكتبو من واحد واثنان نستنتج ان بي اف كتساوي لنا المتجه اوبي او لا او بي كتساوي اف كما كتشوفوا دابا هذا يعني ماذا هذا يعني بصريح العباره ان النقطه ب هي منتصف القطعه او اف بي هي منتصف القطعه او اف نقدر نقولوا هذه طريقه من الطرق او من طرائق لان يعني طار... طريقه جمعوها هي هو... هو طرائق الطرائق طريقه اخرى علاش لا بعدنا كنستافدو نستافدو مره واحده طريقه رقم جوج هنا الطريقه الاثنان نعتمدوا فيها على الشكل انطلاقا من الشكل كنقول انطلاقا من الشكل ماشي نقول لهم من انطلاقا من الشكل بي منتصف او اي في لا وانما بالاعتماد على داكشي اللي خرجنا كتبنا قبيلا في الوثائق ديالنا هذوك معلومات اللي استنتجناهم حنايا في انشاء الشكل لدينا انا تقريبا داكشي اللي كتشوف مين نعاود نكتبو لدينا ا ا كتساوي سي بي كتبوها هنايا ا ا تساوي سي بي اذا ا ا بي سي متوازي اضلاع مفهوم بما ان ا او بي سي متوازي الاضلاع نقدروا نستنتجو ان المتجهه او بي اش كتساوي غتساوي لنا المتجهه ا سي مفهوم هذه قاعده عندنا او بي غتساوي لنا المتجهه يعني هذا المتجهه هذه اللي من هنا حتى لهنا كتساوي المتجهه من هنا حتى لهنا مفهوم هذه المعلومة معلومة من المعلومات اللي عندنا في الدرس نأطروها ونقول تا هذه النتيجة رقم واحد النتيجة ولا المعطى الثاني اللي عندنا هو, هو ان اف كتساوي ا ب زائد ا سي اللي هي بطريقة اخرى كتقول لنا ان ا بي اف سي متوازي الاضلاع وبالتالي نقدر نقول ان المتجه ب اف كتساوي ليا المتجه ا سي وهادشي نقدروا نتاكدوا منه انطلاقا من الشكل الطر هادي تي باش ما ننساش لان النظام راه مهم من بين الحوايج اللي كنربحو عليها نقيطات فابور هادشي راه دزنا عليه كتحرم ديك كقرأ، كنقراو نتوما كتلاحظوا بان انطلاقا من الشكل ا كتساوي ب اف وبالتالي تقريبا كما درنا في السؤال في الطريقه الاولى عندي من واحد واثنان نستنتج ان او بي كتساوي ب اف لان بجوجهم كيساويو كيساوي لينا ا سي دونك من واحد واثنان نستنتج ان او بي زائد كتساوي ب اف أي أن ب منتصف القطعة أو اف بالتالي كنكون جاوبت على التمرين ديالي هانتوما كتلاحظو راه كاين جوج طرائق الطريقة الأولى اللي فيها غير علاقة شاط الطريقة التانية اللي كنعتمدو بها على المعطيات ديال الدرس أنا أشير بأن مكاينش غير جوج طرائق طرائق متعدده تقدر تستعمل الطريقه اللي بغيتي اللي جاتك سهله جوج كاملين كيتحسبوا هذا هو لا بغيتو تقولوا البوان فور ديال ديال الهندسه راه ما كاينش حل واحد للتمني انما كاين حلول متعدده كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصه اليوم ونضرب لكم موعد جديد وفيديو اخر ان شاء الله في سلسله رقم 4 على كيزاكو بوان كوم كان معكم رضوان السلام عليكم